السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامج أقوى خمسة. بالبداية نعتذر منكم، أدري أنا مو معاكم صوت وصورة لظروف خاصة بسبب الكورونا، ما نقدر نروح المكتب، فقررنا أن إحنا ما نوقف لكم البرنامج وراح أكمله معاكم صوتيا. وبهذه الحلقة راح تكون شوية غريبة عليكم، حق اللي عرفني أنا شخصيا ما أحب ألعاب الشوتر أو ألعاب التصويب وايد، وهذه الحلقة راح أتكلم عن أقوى خمس ألعاب شوتينج أو ألعاب تصويب بالنسبة لي. بالمركز الخامس بالنسبة لي من أحلى الألعاب اللي هي ألعاب الشوتينج اللي لعبتها بحياتي Call of Duty. كلنا ندري Call of Duty لها وايد أجزاء، لكن هذا الجزء كان نقلة نوعية بعالم الشوتينج، وأيضا كقصة، لأن أنا شخصيا تهمني القصة باللعبة بشكل جدا كبير، وتحديدا جزء Call of Duty اللي هو Modern Warfare الجزء الثاني. Call of Duty Modern Warfare 2 نزل عام 2009 من تطوير Activision، تحديدا استوديو Infinity Ward. قصته أتوقع 99.9% من اللي قاعد يسمعون أو يشوفون هذا الفيديو راح يتفقون معاي، من أحلى قصص الألعاب الشوتينج. عندنا مكتافش وعندنا التوستات اللي تصير بالقصة، والمالتي بلاير كان جدا روعة فيه، ما كان فيه ولا غلطة، مبيعاته كانت وايد قوية. يعني نقدر نقول ان Infinity Ward الاستوديو اللي اشتغل على Call of Duty Modern Warfare 2 ابدع بهذا الجزء، ويبقى من افضل اجزاء Call of Duty بالنسبة لي شخصيا. اللعبة الثانية اللي بتكلم عنها ممكن اسمها ما مر على الاغلب منكم، لكن هذه لعبة أنا اخترتها تكون بالمركز الرابع لأنها كانت شيء ثاني، عالم ثاني بذاك الوقت. اللعبة اسمها بلاك، لعبة تصويب، لعبة حربية نزلت عام 2006 على جهاز البلاي ستيشن 2 والأكس بوكس من تطوير استوديو كرايتيريون جيمز ومن نشر EA. ليش أنا اخترت هذه اللعبة؟ إذا شفتوها ممكن، أو إذا شفتوا غلاف اللعبة راح تتذكرونها، أو راح تقولون مارة علي هذه اللعبة. اللعبة جدا قوية بذاك الوقت على جهاز البلاي ستيشن 2، اتذكرها ليه الحين. لما تلعب لعبة انت كنت تدقق بالجرافيكس او تقول اوه هذا كنا صج والتصوير قوي. لعبة بلاك حرفيا اي شيء ترميه باللعبة كان يتكسر قدامك وتشوف الطلقات تطيح، يعني كانت سابقة زمنها بالجرافيكس على جهاز البلاي ستيشن 2. وقصة اللعبة وايد حلوة، تكون بروسيا وانت تكون عميل فيرست كلاس، تكون عميل يعني بالCIA وعميل بجهة ثانية. قصة اللعبة وايد حلوة، الانجن مال اللعبة بدعوا فيه كرايتيريون جيمز، الفيزيكس والتكسر والأجواء والسينمائيات باللعبة، اللقطات يعني تعيشك اللعبة أو تعيشك الجو بشكل مو طبيعي. فعلشان كذي اخترت لعبة بلاك إنها تكون بالمركز الرابع. بالمركز الثالث راح اختار لعبة Wolfenstein 2 The New Colossus اللي نزلت عام 2017 على أجهزة البلاي ستيشن 4 والأكس بوكس 1 والبي سي، وبعدها بسنة نزلت على جهاز النينتندو سويتش. وما أنصح أي أحد أن يلعبها على النينتندو سويتش لأن حجمها وايد كبير وراح تحرق البطارية بشكل مو طبيعي. اللعبة طبعا من تطوير الاستوديو أو محرك اللي هو المشين جيمز التابع لشركة بثيسدا جيمز ومن نشر بثيسدا جيمز. كلنا نعرف ان لعبة Wolfenstein لعبة قديمة ومن اوائل العاب التصويب او الفيرست بيرسون شوتر جيمز من اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات، لكن هذا الجزء اللي هو اخر جزء رئيسي بالقصة باللعبة، ما بيتكلم عن Young Blood اللي هو تويست بنات البطل، لا، هذا قصته روعة روعة بشكل مو طبيعي. التويست اللي يصير اخر شيء، لعبة سريعة، مو يمكن الأغلب فيكم ما راح يرتاح إذا لعب اللعبة لأنها وايد سريعة، يعني حالها حال دوم. نظام الطق فيها أو نظام الرمي وايد كلاسيك، إنك أنت تاخذ السلاح باليد اليمين وتروح تاخذ السلاح باليد اليسار وتبدل بينهم وتروح تدور طاقة طايحة، مو تنطر شوية وطاقتك تزيد. نظامها جدا كلاسيكي، الجرافيكس فيها ولا غلطة، من الآخر أقول ولا غلطة. وطبعا من ألحان ميك جوردن غني عن التعريف بسلسلة دوم، يعطينا اللي هو ستايل هيفي ميتال، لكن شويه غير من ستايله بلعبه Wolfenstein 2 The New Colossus. اللعبه انا هذه وايد حبيتها، الجرافيكس فيها والاضاءه والانجن يعني تعبوا عليها
صح، وترشحت لوايد جوائز من خلال البافتا اووردز او جيم اوف ذا يير او الجولدن جويستيكس، وايد جوائز ترشحت لها، وانا كنت اشوفها من مرشحه قويه انها تاخذ جيم اوف ذا يير بسنه 2017. اللي لعب اللعبه قول لنا ايش رايكم فيها. بالمركز الثاني ايضا من نشر بثسدا ومن تطوير اد سوفت وير، واكيد راح اقول لعبه دوم، لكن مو القديمه ولا اللي انزلت قبل فتره، لا، دوم اترنال اخر واحده انزلت. من الاخر يا جماعه، من احلى العاب الشوتينج اللي لعبتها بحياتي، مو علشان انها جديده، لا، انا خلصتها وعشت التجربه باللعبه. انا شخصيا احب سلسله دوم من زمان، وفي وايد شغلات كنت ابي اعرفها باللعبه ما كنت فاهمها، او ما كانوا معطينا اياها بثزدة باللعبه وعطونا اياها وكملوها بجزء دوم اترنال. طبعا دوم اترنال نزل مؤخرا على اجهزه الجيل الحالي، الانجن مال اللعبه ابدعوا فيه، الاضاءه والجرافكس وسرعه اللعبه، دوم معروفه انها سريعه، فما بالكم دوم اترنال اسرع واسرع، وايد سريعه، بحيث ان انا ما قدرت العبها طقه واحده، قعدت العبها على فترات متفاوتة لأنها وايد شوية قمت أصدع منها لأنها سريعة. لكن كقصة إحنا ما كنا نعرف دوم جاي أو دوم سلاير اللي هو البطل الأساسي مال دوم، شنو قصته الخلفية أو شنو الأوريجينز مالته، كل شيء بين لي بهذا الجزء، وتنوع الأسلحة اللي فيها والبيركات وطريقة التلفل. يعني الجزء هذا أنت كل مرة تلعب دوم تكون بالفضاء ولا بمارس، هذا الجزء دوم جاي أو دوم سلاير ينزل الأرض علشان يذبح الديمونز، وفعلا يبينون لك شنو هيبة دوم جاي بالنسبة حق الوحوش. وآخر شيء بقوله، The only thing they fear is you، هذه الجملة وايد مشهورة باللعبة، إن الشيء الوحيد اللي يخافون منه كلهم الديمونز اللي هو أنت. لما تلعبون اللعبة راح تفهمون قصدي بالضبط. نصيحة حق اللي يحب ألعاب الشوتينج السريعة، لعبوا دوم إترنال، لعبوا دوم بشكل عام وتحديدا دوم إترنال، وانا اشوفها انه مرشح جدا كبير انها تاخذ جيم اوف ذا يير حق السنه هذه. انا بالنسبه لي، انا قلت حق الشباب جيم اوف ذا يير للحين، جيم اوف ذا يير للحين ما نزلت جوست اوف سوشيما ولا لاست اوف اس 2 ولا سايبر بانك، لانها وايد قويه. بالمركز الاول، حلو، المركز الاول ممكن رايي يكون غريب بالنسبه لكم، مو شرط تكون لعبه تصويب اكشن ولا فيها طق او حربيه، لا، لكن هذه الحلقة نفس ما قلت لكم أقوى ألعاب تصويب أو منظور أول بالنسبة لي شخصيا. المركز الأول راح أقوله بكل أريحية وبكل ثقة، لعبة بايوشوك إنفينيت. إيه نعم، لعبة بايوشوك إنفينيت نزلت سنة 2013 على الأكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3، بعدين نزلوها اللي هي بنسخة HD على أجهزة الجيل الحالي، وأيضا أعلنوا مرة ثانية الكولكشن كامل، الجزء الأول والثاني وإنفينيت راح ينزلون على جهاز النينتندو سويتش. ليش انا افضل او افضل لعبة تصويب عندي هي بايوشوك انفينيت؟ باختصار الالوان مالت اللعبة، اي نعم الالوان وايد قوية، الجرافيكس ما اقول لكم قوي لكن ملائم حق نمط اللعبة او ثيم اللعبة بشكل عام، واداء الاصوات طبعا البطل اللي هو بوكر دويت مع اليزابيث، اداء الصوتيات بشكل عام وايد خرافي، تروي بيكر بدع بمعنى الكلمة بشخصية تروي اللي هو شخصية بوكر دوت. والشغلة الثانية اللي عجبتني حيل باللعبة، ان القصة انت لما تخلص اللعبة راح تفهم جزء بسيط منها، لازم تخلصها اكثر من مرة لان فيها نظريات. اللعبة نزلت 2013، ليه يومنا هذا الناس تحلل القصة او تحلل النهاية من كثر ما هي معقدة؟ انا اللعبة تستهويني بشكل كبير اللي تكون قصتها عميقة من بدايتها لنهايتها. انا اشوف انها ولا غلطة ساونتراك ولا غلطة، وطريقة الاسلحة جدا عادية، لكن الابيليتيز اللي عند بوكر دوت اللي هو البطل مال اللعبة وايد نار. عندنا الكرو، عندنا الثندر، عندنا اللي هو الابيليتي انك انت تخلي الانمي يكون معاك ويطيق غيرك، وانه شلون انت تكمل باللعبة مع اليزابيث، وشلون التوستات، كمية الكسرات يا جماعة اللي بالقصة راح تطقون على راسكم. انا بالنسبة لي شخصيا ما اتوقع راح اعيش تجربة قوية نفس ما عشتها مع لعبة بايوشوك انفينيت، هي المركز الاول بالنسبة لي.
شاركونا رايكم تحت بقسم الكومنتات، شنو افضل لعبه تصويب بالنسبه لكم؟ مو شرط تكون حربيه او شرط تكون فيها طق وايد، لا لعبه تصويب بالنسبه لكم. ولا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر الفيديو. يعطيكم العافيه وفمالله.